أعوذ بالله من الشيطان. الشيء الثاني عطوا بسرعة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله يريد فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والله يريد أن يتوب عليكم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والنجم إذا هوى. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما دل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأهلى ثم دنا فتدلى. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يورد ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواء وكل أمر مستقر ولقد جاءوا من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. حسبك.